مش عارف اتني القضبان دي ليه. كابتن حشرت دماغك جامد قوي مش كده؟ يا جماعه تعالوا الحقوا البطيخه اتحشرت. واه دي شكلها ما طلعاش ايه. حيلك يا صاحبي طول بالك بالهداوه. انا مش ههدى يا فرخه صاحبتي تاهت. اسمعني اهدى قلدني لف وشد لف وشد ما تاخدش في بالك هتطلع هوا. ايه الحاجات دي؟ دي بتضعفني. واه ده الفول السفنج بتاع العلب. فول سفنج مفيش شكل من العيب يا ابو عيون خضره. انت تعرف الراجل ابو عيون خضره؟ صراحه لو في حاجه تتقال يبقى لازم اقول لك على حاجه. شكلك من النوع المألوف زغلول. بص عشود عديه طما الخلقه دي مش غريبه علي واصل. ايوه صح اصل لعلمك ما بنساش الوشو. ايوه ما بينساش. ايوه صح واصل. ايوه ده روبي ما بينساش ولا من حد. اسمعوا ابو عيون خضره تعرف عنه ايه يا عصافير؟ اني شفته قبل كده. ايوه وري كمان لازم انا افتكر اني هتجنن. استنى لا اني مش فاكره راح عن بالي. كنت بنسيح مع كلب اسمه كوتكوت في شارع 14. صح كوتكوت الكلب الرومي. ايه قول لي حاجه تفكرني. اصل النسيان ده دمه ماسخ. ايوه فعلا ده دمه ماسخ. فاهم معنى ماسخ؟ عارف معناها ايه؟ مفيش فايده منكم. عايز حد قريب منه، حد بيشتغل مع ابو عيون خضره. قط؟ ايه قط؟ ايوه قط. ولما الاقيه لما الاقيه انا هخلي القط يلعن اليوم اللي اتولد فيه. اظن ممكن يدلك عليه.